مساء الخير أيضا لكم. نعم مساء يعني الخير. أعتقد هذه التصريحات يعني يؤكد ويجسد تلك السياسات دولة تركيا الاحتلالية حيال سوريا وأداتها الائتلاف، ما يسمى الائتلاف لقوى المعارضة. يعني باعتقادي السيد عبد الرحمن أبو، يعني بغض النظر تصريحاته يعني جيدة، يعني جيدة، وهناك تحولات يعني ضمن المجلس الوطني الكردي، هذا نتيجة التناقضات ضمن أحزاب المجلس الوطني الكردي والتناقضات حول رؤى بتواجدهم ضمن الائتلاف أو خارج الائتلاف أو حول ما يجري في عفرين. يعني تصريحات السيد أبو، سيد عبد الله عبد الرحمن أبو عفوا، يعني تصريحاته لم يأتي بشيء جديد، وإنما هي الجرائم والوثائق التي تأتي بالتصريحات الإعلامية وجميع الوثائق التي تأتي وتقارير من عفرين. كلام عبد الرحمن أبو يؤكد على ما يجري في من سياسة التغيير الديمقراطي فعلا، ولكن هل يا ترى هذه تصريحاته هي تصريحات رسمية سوف يشكل تحولا ضمن سياسة المجلس الوطني الكردي وتواجده ضمن الائتلاف؟ هل هذه التصريحات سيشكل تحولا في مسارات سياسة المجلس الوطني الكردي او تواجده ضمن الائتلاف؟ هل تتوقع ان تكون نقطة تحول؟ انا لا، يعني لا اعتقد. يعني هو أكد أيضا، قال الأشخاص الذي يتم اختيارهم كممثلين المجلس الوطني الكردي ضمن الائتلاف يتم عبر تركيا، أي عبر الاستخبارات التركية. إذا من الصعب أن المجلس الوطني الكردي أن يغير سياساته، أو من الصعب أن يأخذ موقف جريء أو موقف صريح ببيان رسمي من المجلس الوطني الكردي عبر ما ذكره السيد عبد الرحمن. يعني إنما ذكره يتطلب بيان رسمي من المجلس الوطني الكردي حول هذه الانتهاكات وتسمية الأشياء بمسمياتها كتركيا دولة احتلالية وكالانتهاكات من قبل الفصائل الموالية لتركيا والممارسات الإرهابية التي يقومون بها حيال شعب عفرين والتغيير الديمغرافي. هذا يتطلب بيانات رسمية من مسؤول الوطن الكردي. أعتقد تصريحات القيادي في المجلس الوطني الكردي لن يكون هناك تأثير في سياسات المجلس الوطني الكردي، لكن يعني لا يمكن أن نستبعد أن عبد الرحمن أبو هو قيادي في هذا المجلس، وإن كانت هي تصريحات يعني اجتهادات فردية ولم يصدر أي كما تفضلت أي بيان رسمي من قبل المجلس. لكن لو نظرنا إلى ما وراء هذه التصريحات، إلى ما بعد هذه التصريحات، ماذا يمكن أن تحمل في جعبتها على مستوى تطور العلاقات بين المجلس والإدارة الذاتية؟ هل قد تكون خطوة إيجابية كونه يتم الاعتراف بهذه الانتهاكات بتركيا كدولة احتلال من أجل أحداث التقارب الكردي المنشود؟ يعني احتمال أن يكون هذا خطوة إيجابية حول تذليل الصعاب من أجل نجاح عملية الحوار بين أحزاب الوحدة الوطنية وأحزاب المجلس الوطني الكردي، وبين الإدارة الذاتية وبين المجلس الوطني الكردي. يعني نحن نشجع ونتمنى من جميع القيادات أن يقوموا بنفس التصاريح ويعلنوا لجماهيرهم وللشعب الكردي حقائق ما يحصل في عفرين. هذه خطوة جيدة لو يتخذها جميع القيادات الكردية في المجلس الوطني الكردي، أعتقد سوف يكون له تأثير على عملية نجاح الحوار أو تواجد المجلس الوطني الكردي من الائتلاف. أعتقد يعني الكثيرين من قيادات المجلس الوطني الكردي يقرؤون الخارطة السياسية بشكل واضح. يعني هناك تحول السياسات الدولية، أعتقد هناك يعني بوادر يعني من أجل تشكيل جبهة معارضة أخرى بديلة عن الائتلاف أو إخراج الائتلاف أو المعارضة من تحت سياسة الإخوان المسلمين. يعني هناك تحولات يقرأها الجميع أعتقد. طيب أستاذ طلال، يعني باختصار شديد، استبعدت أن يكون هذا التصريح ذات تأثير كبير على المجلس داخليا كونه استند القيادي بأن أغلب القيادات من المجلس الوطني الكردي يتم تعيينها من قبل الاستخبارات التركية، لكن هل تعتقد أن يتخذ المجلس أي قرار بحق هذا القيادي، أو أن يتخذ يعني أي أسلوب، قد أسلوب فصل أو أسلوب على الأقل استبعاد من المجلس أو أي شيء آخر؟
يعني بحسب متابعتنا لسياسة المجلس الوطني الكردي، وأنا كنت من مؤسسين المجلس الوطني الكردي وجزء من المجلس الوطني الكردي لمدة عامين، أعتقد المجلس الوطني الكردي وحتى الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا سوف يأخذون يعني قرارات بحق هذا الشخص. يعني طيب أنا شكرا. حسب قراءتي وحسب يعني حسب حسب متابعتي لسياساتهم، حسب معرفتي فيهم قديما وجديدا. وأنا أشكرك. نعم أشكرك على نعم هذه القراءة، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به. ضيفي من شمال شرق سوريا الأستاذ طلال محمد، رئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي، شكرا لك.